مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بحضراتكم معنا وحلقه جديده من المشهد، ولقاء يومي يتجدد مع حضراتكم على شاشه النيل الاخبار. في هذه الحلقه من المشهد نلقي الضوء بشكل كبير على مؤتمر الازهر لمكافحه التطرف والارهاب. هذا المؤتمر الذي القى فيه فضيله الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف كلمه استنكر وادان فيها بشده كل التنظيمات وكل الجماعات الإرهابية المختلفة، سواء كان تنظيم داعش الإرهابي أو غيرها من التنظيمات الأخرى، أدان كل الممارسات والأعمال التحريضية والبربرية والتي لا تمت بصلة بالدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى الرحمة ويدعو إلى المودة ويدعو إلى التواصل ما بين الناس. وحتى كل الأديان السماوية الثلاثة يعني لا تقبل بكل هذه الأعمال التي تحرض على العنف والقتل وقطع رؤوس البشر وتهجير الملايين من المسيحيين في بعض البلدان العربية وغيرها من الأعمال التي لم ولن يقبلها أي دين من الأديان السماوية الثلاثة، ولا تقبلها حتى الإنسانية في مجملها. نتحدث عن هذا المؤتمر، نتحدث عن أهمية انعقاده ودلالة التوقيت أيضا، خاصة في ظل يعني توغل وتوحش هذه الجماعات الإرهابية المختلفة في الكثير والعديد من المنطقة العربية والإسلامية أيضا. أسئلة كثيرة واستفسارات عدة نطرحها مع حضراتكم في استوديو المشهد وعلى الهواء مباشرة، وبيشرفنا بالحضور لإلقاء الرأي والتحليل في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار من علماء الأزهر الشريف وعضو مجمع البحوث الإسلامية. دكتور عبد الله مساء الخير وأهلا بحضرتك معنا. أهلا بك وأهلا بالمشاهدين في كل مكان. أهلا بك. بداية يعني كيف تابعت أهمية انعقاد مؤتمر الأزهر ودلالة التوقيت ربما كما ذكرنا في البداية مع توغل وتوحش هذه التنظيمات والجماعات الإرهابية المختلفة في الكثير والعديد من البلدان العربية والإسلامية؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، هو توقيت المؤتمر أو توقيته بهذين اليومين تحديدا بيتوافق مع تصعيد الأحداث التي نراها يعني كل يوم من عمليات إرهابية تحدث هنا في مثلا مصر بالنسبة لهذه الحركات الصغيرة التي يصنعها بعض المنتمين إلى التيارات الإسلام السياسي، وكذلك أيضا ما نسمعه في سوريا عن المسلمين في سوريا وعن ذلك القتال الدائر في العراق وليبيا. ده الحقيقة بيدل على أن فيه مؤامرة مدبرة بتستغل الإسلام استغلالا سيء من أجل تحقيق مآرب لا يمكن أن تمت إلى صالح الإسلام أو إلى صالح المنطقة بصر. يعني ممكن يكون التصرفات الهوجاء دي لها مبرر إذا افترضنا أن لها مآل أو أن لها غاية يمكن أن تصب في صالح الإسلام أو في صالح المسلمين. كل ما يحدث وكل ما نراه أمام أعيننا هي حركات تمثل خيانة كاملة الأركان للدين وللإسلام وللمسلمين، لأن الذين ينفذونها يرفعون شعار الإسلام ويرددون شعارات إسلامية وكلمات إسلامية وهم أبعد ما يكونون عن الإسلام. وللأسف استغلال هؤلاء الذين يدثرون بدثار الإسلام ويلبسون أقمصته بيصب في صالح الغرب وفي صالح إسرائيل تحديدا، والناس يعني يعلمون ذلك، وإذا لم يكونوا يعلمون ذلك فهذه مصيبة أكبر. هذه الجماعات المختلفة بتعمل في إطار مشروع استعماري ربما يأتي في إطار ما رددته وزيرة الخارجية الأمريكية منذ عقدين من الزمان أو أقل من ذلك حين طالبت بالفوضى الخلاقة. صحيح. وجندت لها هذه الفرق باسم الإسلام لأنها تعلم أن هذه الفرق فارغة العقول وأنها من السهل أن تخون ومن السهل أن يستغل الدين عندها من أجل تحقيق المآرب التي ينشدها المستعمرون. وطبعا هل يظن هؤلاء الذين يقاتلون ويعملون من أجل تخريب بلاده ومن أجل تقسيم الدول الإسلامية أنهم سيخرجون من تلك المؤامرة بثمن أو بنصيب من هذه الكحكة؟ إنهم لن يكونوا أكثر من مناديل ورقية تستخدمها إسرائيل وتستخدمها أمريكا، ثم بعد أن تنتهي المسائل وينتهي القتال وتتقسم الدول الإسلامية سيرمى بهؤلاء في مزبلة التاريخ. لكن المشكلة أن الإسلام بيحمل وزرهم، بيحمل إسرهم، بيحمل الشعارات التي يرددونها، وللأسف بعض الأغرار والسفهاء من الشباب
يظنون أنهم يقدمون عملا إسلاميا أو عملا بطوليا ويؤمنون بأفكارهم ويشاركونهم في هذا الاعتداء وفي هذه الجرائم. طيب دكتور عبد الله، يمكن شيخ الأزهر الشريف دكتور أحمد الطيب طرح تساؤلا عن أسباب هذه المحنة العربية، عن أسباب الفتنة العمياء الممزوجة برائحة الدم والموت والتفجيرات وتهجير الكثير والعديد من المواطنين وقطع رؤوس البشر. ما هي الأسباب الحقيقية في هذا التوغل وفي هذا التوحش من قبل الجماعات الإرهابية، بخلاف أن البعض منهم ينفذ يعني أجندات خاصة ببعض الدول؟ هو الدافع أن ينجحوا في الغرض الذي استؤجروا من أجله. يعني دايما واحد بياخذ أجر وبينفق عليه نفقات باهظة من أجل أن يصل أو أن يؤدي إلى نتيجة، ده التزام إجرامي بتحقيق نتيجة. فهو ملتزم أمام الجهات التي تجنده والتي تستغل في تحقيق هذه المآرب الاستعمارية، مش ببذل عناية وإنما بتحقيق نتيجة، وهو يسعى جاهدا لأن يحقق هذه النتيجة. وربما يفسر ذلك سر ذلك التوغل وذلك التوحش الذي يبدو عليه سلوك هؤلاء المجرمين من قتل الأنفس والاعتداء على الأعراض واستباحة كل الحرمات التي يحرمها الدين. يعني حتى المفروض أن العمل بيبقى منظور إليه بحسب المآلات بتاعته أو بحسب النتيجة. يعني أنا لما أجي أعمل عمل وأقول أن هذا العمل مطلوب إسلاميا، لابد أن أنظر إلى المقصد من هذا العمل. هل هذا العمل سيؤدي إلى نتيجة يرضاها الإسلام أم سيؤدي إلى نتيجة لا تتفق مع قيم الإسلام ولا مع مبادئ الإسلام؟ أقل من عنده إلمام بالعلوم الإسلامية أو حتى بمقاصد التشريعات العادية، ما فيش تشريع حتى وضعي مش إسلامي يدعو إلى قتل النفوس أو تقسيم الأوطان أو استغلال الناس إلى هذا الحد. وبالتالي هم لا يفكرون، هم يعني كالآلات الصماء التي تتحرك من أجل تحقيق غرض معين متفق عليه ومقبوض الأجر مسبقا. وحتى تشوفي الأدوات التي يقاتلون بها هي أدوات حديثة وأدوات يبدو أنها خارجة من المخازن أو خارجة من المصانع، أدوات جديدة. من أين أتوا بهذه الآلات الغالية المتطورة والمتقدمة؟ تمويل هذه التنظيمات الإرهابية، وأن لهم بهذه الإمكانيات التي يحاربون بها في جبهات معينة ويحققون بها بعض الانتصارات على الأرض. لا بد أن يكون وراء هؤلاء قوة استعمارية وخاصة إسرائيل، لأن ليس لأحد مصلحة في هذا الذي يحدث إلا إسرائيل. ومن هم وراء إسرائيل؟ اللي هي أمريكا والدول الاستعمارية التي خاصة أن الأمر والموضوع يسير بشكل منظم، يعني ليس به أي عشوائية. يعني هذه الحالة من الفوضى والاجتياح لهذه التنظيمات الإرهابية في الدول العربية ليست بالصدفة، ليست بالصدفة إطلاقا، لأن طبعا إحنا عارفين أنها يعني أولا تشابه المشروعات الإجرامية، تشابه أيضا القتال، تشابه أيضا الأحداث متشابهة كأنها صورة كربونية بتسري من دولة إلى دولة ومن بلد إلى بلد. وكان يراد أن تسري في مصر، لكن ربنا سبحانه وتعالى من فضل الله على مصر وعلى هذا الشعب المصري الأصيل أن هذه المؤامرات تحطمت على صخرة صمود هذا الشعب، ولم تفلح هذه المؤامرات في الوصول إليه. ولعل ذلك والذي يعكس تلك الاستماتة وذلك التركيز المستميت في الأيام الأخيرة، وربما كان انعقاد المؤتمر في ظل ذلك التصعيد ضد مصر. التصعيد ذهل من الموقف المصري، كان يظن أن مصر زي سوريا أو زي العراق أو زي اليمن أو زي ليبيا، لكنه فوجئ بأن هذا الشعب على وعي وأنه يقدر مسؤوليته أمام الله ويؤمن بدينه إيمانا صحيح، ويؤمن أن الدين يحمي الوطن وأن دينا بلا وطن لا بقاء له. صحيح. هذا الوعي آمن به الشعب المصري، ولذلك الصمود اللي احنا شايفينه. لو أن بلدا غير مصر بتتعرض لربع ما يتعرض له الشعب المصري الآن لكان زمنها انهار. ثورتين في ثلاث سنين أساسا، ثورتين في ثلاث سنين، وهذه الضغوط، هذا الإجرام الذي يحدث كل يوم لو تعرض له أي شعب لانتهى منذ زمن بعيد. لكن لأن الشعب المصري شعب يؤمن بالله أولا، ولولا وجود الأزهر الشريف على أرض مصر يفهم الدين فهما صحيح ويعلم الناس ويعلم العالم ويضفي على مصر قدر كبير من الاحترام، لولا هذه القوة الروحية وهذا العلم الصحيح القائم على فهم الدين فهما صحيحا لدلس على الناس من قبل هؤلاء الجهلة المجرمين ولصاروا جميعا وراءه. ولكن لأن مصر هي مصر ولأن الله عز وجل يحفظ هذا الشعب، صحيح، ولأننا في رباط إلى يوم الدين، ولأن هذا الشعب في رباط إلى يوم الدين، فمهما يصنع الشعب في صمود الحمد لله الأمور بتسير على خير وجه.
الشعب بيتصدى لمثل هذه المؤامرات. عندنا الجيش بيحفظ أمن هذا البلد، الشرطة بتؤدي واجبها على نحو كامل، والأمن إن شاء الله مستقر. وعلى فكرة مسألة أمن الشعب المصري دي مسألة قدرية، مسألة قدرية القرآن الكريم عبر عنها في قول الله تعالى: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فجعل أمن مصر معلق على مشيئة الله عز وجل، ومشيئة الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يؤثر فيها أحد أو يمكن أن يغلبها غالب إن شاء الله، فهي المحروسة من رب العباد. طيب نعم. دكتور عبد الله، يعني في رأيك هل ترى أن التعامل الأمني هو الأمثل حاليا مع هذه التنظيمات والجماعات الإرهابية المختلفة، أم أنك ترى أن التعامل على المستوى الديني والثقافي والفكري هو الأفضل، ولكننا ربما نجني ثماره على المدى البعيد وليس على المدى القصير أو الحالي؟ شوف أقول لحضرتك، هو التعامل مع هذه الفئات بيختلف بحسب حال هذه الفئة. من هذه الفئة من قصد إلى الجريمة ورفع السلاح. الذي يرفع السلاح لا يمكن أن أجادله بالحسنى كما قال الله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، أو ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ما يجديش مع هذا الأمر. الذي يرفع السلاح لا يرده إلا السلاح، وده مبدأ القرآن الكريم. الله تبارك وتعالى يقول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لكن أنا شايف أن في بعض المضللين أو بعض الأغرار الذين بدأ كلام هؤلاء المجرمين يؤثر فيهم أو بدأوا يتعاطفون معه. هؤلاء يمكن أن تبين لهم الأمور بالحسنى، فإذا ثابوا إلى رشدهم وآمنوا بأن هؤلاء على ضلال وأنهم على باطل، يبقى هنا المناقشة والحوار يمكن أن يجدي مع هؤلاء. يبقى عندنا صنف لا يجدي معه إلا القتال، وهو الذي رفع السلاح وتوغل في ارتكاب الجريمة وتعمد الإضرار بأمن البلد والاعتداء على الأمن القومي، ده لا يجدي معه حوار. وكلمة الحوار لما بتقال بتقال من باب يعني وضع المصطلحات في نصابها أو وضع الحلول في غير محلها. إنما أنا أتكلم عن بعض الشباب الذين يمكن أن يجدي معهم الحوار، والذين سمعوا وجهة نظر واحدة، و خاصة أنهم الذين يزرعون فيهم هذه المبادئ بينزعون من عقولهم فكرة الاستماع للرأي الآخر. يعني هم يؤمنون بفكرة السمع والطاعة لمن يعلمونهم أو لمن يدلونهم على الشر الذي يريدونه منه، وبالتالي بيقولوا ما تسمعش. حتى احنا الأزهر الشريف تعرض طوال العقود الماضية لحملات ضارية من هؤلاء المجرمين يشككون في الأزهر، ويقولون ذو العلماء سلطة. كنا نسمع هذا الكلام ولم نكن نعلم أنه يصب في خانة تضليل هؤلاء الشباب وإفقاد هؤلاء الأغرار الثقة في الأزهر حتى ينفرد هؤلاء بعقولهم ويفتكوا بها، وقد فعلوا ذلك ونجحوا مع الكثيرين. لكن الأزهر لا يبتغي من الدعوة الإسلامية، لا يبتغي من الناس جزاء ولا شكورا. الأزهر بقاله أكثر من 1000 سنة وهو يؤدي رسالة العلم حسبة لله عز وجل. علماء الأزهر ليسوا باحثين عن الدنيا، وليس لهم من المال أو الجاه أو مظاهر الحياة ما يشكك في توجههم أو في أمانتهم. علماء الأزهر يعملون في محراب العلم، يبلغون رسالة الله بنزاهة وبحياد وبموضوعية، لا ينحازون إلى اليمين ولا إلى اليسار. ولو كان الأزهر منذ هذا التاريخ العريق اللي هو 1000 سنة بينحاز إلى اليمين أو إلى الشمال لكان انتهى النهار. صحيح. إنما لأنه يسير في طريقه منزها عن الغرض ومنزها عن الشبهة، فرسالته مباركة ورسالته مستمرة، ولن تجدي معه محاولات التشويه أو محاولات النيل منه. طيب دكتور عبد الله، في نوع ثالث اللي هم يعني أنا شايف إن كثيرين من من إخواننا المصريين كمن يعبدون الله على حرف، تبص تلاقيهم يميلون إلى الإرهاب ولكن ليست لديهم الشجاعة أن يعلنوا عن مواقفهم، وهم للأسف موجودون في كثير من المؤسسات وخاصة المؤسسات التعليمية، ومنهم طلاب ومنهم أساتذة ومنهم من يتولون مناصب كبيرة. هؤلاء أنا أعتبر أنهم من المنافقين. الأمر لا يحتمل التباس. الذي يعمل على حبلين أو الذي يمسك بالعصا من النصف، هذا أخطر على مصر من الذي يعلن عن مبدئه وعن موقفه. وبالتالي نحن ننبه إلى خطورة هؤلاء. احنا بنشوف ناس يحاربون مصر في الخفاء، وإذا ما ظهروا أمام الناس ظهروا بمظهر الوطني الذي يدافع عن الوطن. دول أخطر على مصر من هؤلاء الذين ظهرت نواياهم وبرزت أفعالهم بما نستطيع معه أن نتعامل معهم أو نقومهم. وربما هذا ما قرأه أكد عليه القرآن الكريم بشكل كبير، بأن المنافقين أكثر خطورة من الكافرين. نعم، في الدرك الأسفل من الأرض. أنا عايز أقول أن ده أخطر على مصر من هذا الذي أبدى فعله، وإحنا يجب أن نتنبه لهذا الأمر. إحنا عندنا الجهاز الإداري في الدولة
فيه أناس كثيرون يتعمدون تعطيل المصالح ويتعمدون تخريب هذا البلد ويتسطرون على المجرمين وهم كثر في كل الأماكن وفي كل الأنحاء. أنا يعني شايف أن المسألة الأستاذ الجامعي الذي يتشبع عقله بهذا الفكر الضال والله لا يصلح أن يكون أستاذ جامعي. الأستاذ الجامعي اللي يترك رسالة العلم في الهندسة أو في الطب أو في ده فيها ناس في العلوم الدينية يؤمنون بهذا الفكر ويستمعون إلى كلام هؤلاء الجهلاء. ناس واحد يبقى معاه إعدادية وممكن يعلم أستاذ جامعي، واحد يبقى في الطب البطري ويوجه إنسان في كلية الشريعة أو في كلية أصول الدين أو في كلية اللغة العربية. دي مصيبة كبيرة إن واحد متعلم ويحمل رسالة الدكتوراه أو درجة الأستاذية ويسلم عقله لإنسان ليس لديه حظ من العلم إلا في تخصص ربما يكون بعيد عن التخصص الديني بآلاف الأمياء. دي مصيبة كبيرة. صحيح. وبعدين أنا أترك هذا الإنسان مع الطلاب يضللهم ويقول لهم إن هذا الحكومة كافرة وأن يهاجم الجيش ويهاجم هذا إجرام يجب التصرف معه. صحيح. لأن هذه مشكلة أصبحت حالة ويجب التعامل معها بسرعة. معنا مشاركة من الأستاذ الدكتور محمد مهنا مستشار شيخ الأزهر الشريف. فضلت الشيخ أهلا بحضرتك معنا، ويعني بداية ما هو دور الأزهر الشريف في صياغة خطاب ديني واعي ومستنير يستند إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومرحبا فضيلة أستاذنا الدكتور عبد الله النجار. أهلا بك يا سيد يعني الدكتور. أهلا بك أستاذي. الحقيقة طبعا أنا أثني على كلامه. الأزهري أزهري فقط. أي انتماء آخر لغير الأزهرية شهادة بفقدانه للعلم وللمنهج العلمي الوسطي الأزهري الذي استقر في ضمير الأمة. بالنسبة لدور الأزهر طبعا، الأزهر دوره الحقيقة وخاصة في هذه الآونة دور ضخم وكبير، لأن المسؤوليات الملقاة على عاتق الأزهر في فترة من ربما من أدق الفترات اختلطت فيها الأوراق واضطربت فيها الأفكار، ولم يعد هناك معايير اختلت الموازين، الموازين الفكرية والموازين الدينية والموازين الروحية. فبالتالي هنا دور الأزهر كميزان لإعادة الأمور إلى نصابها على المستوى العلمي، على المستوى الفكري، على المستوى الثقافي، على المستوى الاجتماعي. وهو ده الحقيقة اللي الأزهر يقوم به الآن، وبيحاول أن يضاعف هذا الدور لملء هذا الفراغ ولإعادة الأمور إلى نصابها إن شاء الله. نعم سيادة المستشار، من اللافت للنظر في هذا المؤتمر، مؤتمر الأزهر لمحاربة التطرف والإرهاب، بأنه يجمع خليطا من الشخصيات المختلفة. هو يعبر عن المسلمين السنة، وبه شخصيات من المسلمين الشيعة ومن المسيحيين من مختلف العقائد والطوائف المختلفة. هناك الكثير والعديد ممن شاركوا في فعاليات هذا المؤتمر من سياسيين بارزين ومن صحفيين ومن إعلاميين. في رأيك يعني دلالة هذا التجمع ودلالة هذا المزيج والخليط من كل هذه الشخصيات المختلفة لمناهضة ولمحاربة الإرهاب والتطرف؟ هذا في الحقيقة في ذاته هدف مهم. هذا الحشد وهذا الجمع من كافة من قيادات الأديان، من كافة المذاهب، من كافة المدارس، من كافة التوجهات، وهذا باعتباره بيان عالمي للناس كافة وإدانة دائمة وعالمية إسلامية دينية مسيحية من كافة الاتجاهات، أن هذا الذي يحدث باسم الدين وباسم الإسلام، الإسلام منه براء، وأنه جريمة ضد الدين وضد الإنسانية واغتيال للمدنية واغتيال للحضارة واغتيال للحياة، لا علاقة له بالأديان، وأن على الجميع أن يتكاتف من أجل نبذ ومحاصرة مثل هذا الانحراف ومثل هذه الجرائم التي تدثرت باسم الدين. سيادة المستشار، إلى أي مدى أنت راضي عن لغة الخطاب الديني الآن، وهل هي تتوافق وتتماشى بشكل كبير مع متطلبات هذا العصر؟ لا بد طبعا من تطوير لغة الخطاب الديني، ولكن في الحقيقة الأهم والذي نغفل عنه
سلوك الدين. نحن نركز الآن على لغة الكلام لأن الدين أصبح كلاما. الدين سلوك، الدين عمل، الدين تربية وأدب، الدين أخلاق. آيات القرآن 6000 آية وكذا ومئتين وكذا آية، الأحكام منها لا تزيد عن 600 آية تقريبا، والباقي أخلاق وأداب وفضائل. أين نحن من الفضائل؟ الأحاديث الشريفة آلاف، المتعلق منها بالأحكام قليل. إذن نحن في حاجة إلى أن نضع الدين موضع منهج عمل في حياتنا، في سلوكنا، في العمل، في المدرسة، في الجامعة، في الإدارة، في الشارع، القاذورات الممتلئة بها الشوارع. لو لم تكن هذه القمامة في قلوب الكثير وفي عقول الكثير لما امتلأت بها الشوارع والحارات والميادين، هذا السلوك المشين في المرور إن لم يكن هناك في العقول وفي القلوب هذا المرور العكسي اتجاه المعاكس وهذه الفوضى في العقول والقلوب لما ظهر في سلوك الناس في الخارج. نعم. فهذا الذي نحن أحوج إليه أولا حتى يكون للكلام أثر، وإذا إذا إذا استقام الداخل سوف يستقيم الفهم وسوف تستقيم اللغة. القضية مش في الكلام، صحيح. الكلام كثير. وصلت الرسالة بشكل كبير. الأستاذ الدكتور محمد مهنا مستشار شيخ الأزهر الشريف، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة معنا. دكتور عبد الله، يعني ربما هناك الكثير والعديد من المفاهيم التي شوهت والتي ضاعت معانيها الحقيقية بشكل كبير، مثل مفهوم الجهاد ومفهوم إقامة خلافة أو دولة إسلامية. كيف ترى يعني التشويه الذي طال هذه المفاهيم والذي يعني تستخدمه هذه التنظيمات والجماعات الإرهابية المختلفة في تبرير كل الممارسات البربرية والوحشية باسم الدين، باسم إقامة خلافة أو دولة إسلامية، باسم الجهاد في سبيل الله، على اعتبار أنهم سيلقون يعني جزاء الله سبحانه وتعالى في الآخرة بالفوز بالجنة من وجهة نظرهم؟ شوف، هو الكلام عن الخلافة أو عن دولة الخلافة الإسلامية يعني كلام يعتبر تجاوز وقته. يعني لأن طبعا الفقه، احنا بنقول تجديد الخطاب الديني، من أهم النقاط التي يجب أن يتجدد فيها الخطاب الديني موضوع الخطاب السياسي أو الفقه السياسي أو فقه السياسة الشرعية. كما نعلم الحدود التي بين الدول الآن لم تكن موجودة من قبل، لكن التطور الدولي في العلاقات بين الشعوب وبين الدول أدى إلى وجود حدود دولية زي الحدود اللي بيني وبين جاري في المنزل أو في الأرض. صحيح. أنا لا أسمح، الإسلام لا يسمح للجار أن يعتدي على حدود داره. دي بنسميها الملكية الخاصة، مجموع الأملاك الخاصة في إطار حدود الدولة بتكون الدولة أو ما يعرف بالوطن. طالما أن الوطن ملك لجماعة وله حدود، وأن الدنيا الكرة الأرضية النهاردة أصبحت تأتلف من مجموع الدول لها حدود معينة، يجب أن يكون الفقه السياسي منسجم مع هذا الواقع. ما جيش أقول أن أنا أزيل هذه الحدود وأدخل البلاد في بعضها وأجي أعمل حاكم واحد، ده هذه بربرية وجهالة لا يقول بها إلا المتخلفون. الفقه تغير، وإحنا عارفين أن الأحكام الشرعية بتدور مع واقعها، مع الواقع. صحيح. وإلا ينفصل الدين عن الواقع. صحيح. طيب، وجود الحدود دي فيه الآن واقع بيحكم هذه المسألة. إحنا أصبحنا دول وأصبح لكل دولة حدودها المحترمة والمتفق عليها من كل الدول الأخرى، وأنشأنا مع بعضنا اتفاقات دولية بتحفظ لكل دولة هذه الحدود. يبقى احنا اللي بيحكم الفقه السياسي الدولي الآن قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقول الله تعالى يا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. اللي عاملين جيش وعمالين يحاربوا أهل البلاد التي يعيشون بين حدود أرضهم ويطردونهم منها. صحيح. ويدخلون البلاد في بعضها، أين هم من قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود؟ أليست هذه الدول مرتبطة مع بعضها بعهود ومواثيق وبتجلس مع بعضها في مجلس دولي اسمه الأمم المتحدة، يتفقون فيما بينهم على المشاكل الدولية وعلى حقوق كل دولة وعلى سلامة حدودها وعلى سيادتها على أرضها ونطاق هذه الحدود من الجو ومن البحر ومن اليابسة؟ هذه مسائل يجب أن تخضع الآن لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود.
كون إن أنا أقول خلافة معنى ذلك أنني أثير فوضى دولية، إن أنا أدعو مجموعة من الأفراد يزيلون هذه الحدود ويدخلون الدول في بعضها، وذلك لا يرضاه أحد ولا يرضاه الله ورسوله، لأن أنا دلوقتي أنا بأحارب في غير مصلحة دولية أو في غير مقصود شرعي، بل اللي أنا بأحارب من أجله هو الفساد وهو القتل الذي لن يثمر ولن يجدي من وراءه شيئا. وبالتالي لما أجي أقول دولة خلافة، طب والدول اللي موجودة الآن هل يظن البعض كما قال إن الوطن لا قيمة له، أو كما قال بعض المفكرين عن ضلال وجهالة أن الوطن ما هو إلا حفنة من التراب؟ هل هذا كلام صحيح؟ الوطن الذي هو من أجل نعم الله على الإنسان، هذه الحدود المقامة، ده أنا في بيتي داخل حدود بيتي أنا بأحفظ أمني وبأحفظ عرضي وبأحفظ مالي وبأحفظ كل حرمات حياتي. فالوطن هو الامتداد الطبيعي للبيت الذي توعد الله عز وجل من يغتصب شبرا من الأرض بأنه سيطوق به من سبع أراضين. من اغتصب شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين، ده في الأرض الخاص أو في الملك الخاص، فما بالنا بالملك العام. حدود الدول لها احترام، وفقه العلاقات الدولية يجب أن يركز على قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. إحنا متفقين مع دولة أجنبية، هل يسمح الشرع أن دولة تجاور دولة وبينها حدود متفق عليها وموقع على وجودها أجي أنا ألغي هذه الحدود وأجي أقول كل واحد يقوم يستولى؟ هل هذا منطق؟ إذا سلمنا بحدود دولة أو خلافة إسلامية لا يعني أن هذا يعني يبنى على سفك الدماء والقتل والتشريد والتبريرات وقطع الرؤوس. ده هيعتبر اعتداء ابتدائي، ده ناحية. والناحية الثانية أن أنا عايز، أنتوا عايزين إيه؟ عايزين تقيموا دولة إسلامية أو أمة إسلامية كما يعبر القرآن الكريم هو الأمة الإسلامية، تمنع أن تكون هناك علاقة بين هذه الدول على أساس الإسلام وعلى أساس قيم الإسلام، بحيث أن هذه الدول تتفق فيما بينها على تأكيد المبادئ الإسلامية في المحبة وفي التعاون الدولي وفي السلام، كما قال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هل يمنع وجود هذه الدول وهذه الحدود الموجودة بعد الدول أن يكون هناك نوع من التعارف أو التعاون أو التآلف بين الأسرة الدولية على أساس المبادئ الإسلامية التي تدعو إلى السلم وإلى العدالة وإلى المحبة وإلى التعاون بين بني البشر جميعا؟ هذا لا يمنع، لأننا لما أقول حماية الأوطان معناها أن هذا لا يقطع أمامي الخط في أن أقيم وحدة إسلامية أو وحدة إسلامية تحقق أحكام الإسلام وفقا لما يريده الله ورسوله. وربنا سبحانه وتعالى هو رب العالمين، رب المسلمين فقط. أستقول لحضرتك حاجة، هم كانوا يقولون حتى منطق دار الإسلام ودار الحرب، لم يعد هناك دار حرب، لأن النهاردة الدول ترتبط مع بعضها بعهود، وهذه العهود محترمة وفيه محكمة دولية وفيه عهود دولية وفيه قوة دولية ضاغطة بتضمن تنفيذ هذه القوانين وهذه الاتفاقيات. فالمسائل يجب أن تؤخذ في إطار الواقع، لأنني إذا طبقت الأحكام الإسلامية أو القواعد الإسلامية على واقع مضى وأتجاهل الواقع الحاضر، يبقى أنا لن أطبق القرآن أو أطبق السنة تطبيقا صحيح. التجديد الخطاب الديني يعني أن أنزل النص القرآني أو أنزل الحديث النبوي أو مصدر الحكم الشرعي على واقع جديد. الواقع الجديد الموجود الآن هل يتنافى مع الإسلام؟ لا يتنافى مع الإسلام. هل الإسلام يدعو إلى تقويضه ولا إقامة العداء والفوضى في العالم وإزالة الحدود وإن إحنا نرجع نبقى دولة واحدة وإن يبقى أمة واحدة كما كان الأمر في الماضي؟ هذا نوع من العبث الذي ليس وراءه طائل، وإحنا بنعيب على الدول الكبرى أو الدول الاستعمارية إنها بتحاول هذا الأمر. إذا كنا إحنا بنعيب على الدول الكبرى أنها كانت تستولي على دول الآخرين، هذه الدول لم تعتدي على الحدود، صحيح كانت بتستولي على الخيرات بتدخل إلى البلاد وتنتهك الحرمات أو تقتل الأفراد، لكنها لم تسمح لنفسها يوما أن تلغي فكرة الحدود أو أن تعتدي على حدود دولة. وبالتالي يجب أن يكون هناك تطبيق لهذه المسألة. الجهاد ده ميادين واسعة جدا جدا، وليس منه مسألة القتال والمواجهة الحربية إلا عندما يعتدى عليه. الله عز وجل يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. الآيات اللي فهموها إنها بتدعو إلى القتال بإطلاق، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، هذه مسألة في تنظيم الجهاد وقت قيامه عندما يقوم الجهاد، لأن القرآن لا يمكن أن تتعارض آياته
وإذا كان هناك ما يوهم التعارض الظاهري لدى البعض وفهموا منه أن قتال الناس واجب بإطلاق، هذا جهل مبين وضلال كبير. لأن عمري ما في دعوة إسلامية تنتشر بالقتال. صحيح. هو ربنا سبحانه وتعالى لما قال للرسول عليه الصلاة والسلام فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، قال له اقتلهم وحاربهم. لما قال له ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. يجي بعض الناس يقولون إن إحنا نضرب الناس ونحاربهم حتى يدخلوا في الإسلام. هذا كلام لا يقوله عاقل أو فاهم للدين الإسلامي. الجهاد الآن لا يكون إلا عندما يقع اعتداء علينا. طب هل يبطل الجهاد؟ لا يبطل الجهاد، لأن ميادين الجهاد واسعة منه الجهاد بالكلمة. أنا أستطيع أن أدافع عن الإسلام وأنا قاعد هنا في آخر بلاد الدنيا، صوتي الآن أصبح يصل إلى آخر بلاد الدنيا. هذا نوع من الجهاد باللسان. فيه جهاد بالعمل. المسلمون الآن يحتاجون إلى أن يجاهدوا أنفسهم وأن يزرعوا أرضهم وأن يصنعوا في بلادهم حتى لا يمدوا أيديهم إلى الغرب. هذا أعظم أنواع الجهاد. صحيح. يعني أنا لما أقيم صناعة، لما أقيم اقتصاد قوي، لما أقيم علم على أرض الإسلام، لما أستخرج بركات الله من أرض الله، هذا نوع من الجهاد. وربنا سمى الهجرة في الأرض والتوسع في زراعة الأرض واستغلال بركاتها، هذا نوع من أنواع الجهاد. وبالتالي يكون إن أنا أقصر الجهاد على التقتيل وعلى الترويع وعلى التخريب، وأفضل أحارب أطلع من دولة زي قاتل الذين يلونكم، يعني أقاتل لما أوصل ليبيا وأخرج من ليبيا أعدي البحر الأبيض المتوسط على فرنسا وأطلع من فرنسا على أسبانيا وأعدي المحيط وأروح أحارب. هذا كلام لا يقوله عاقل. صحيح. لأن معنى كده أن المسلمين يظلوا حاملين السيوف وفي حرب إلى يوم الدين، لا يزرعوا ولا يصنعوا ولا يقيموا دين ولا يقيموا صلاة ولا يقيموا زكاة، لأنهم مشغولون بالقتال كما يقول هؤلاء المجانين. فيجب أن يكون للجهاد، أنا أرى أن الجهاد الآن هو أن يجاهد المسلمون عن الدين تلك الشبهات التي التصقت به ونفرت الناس من الإسلام ومن المسلمين التي بسبب هذا السلوك. بعض الناس لا يفهمون الإسلام إلا من المسلمين، فحين يرون مثل هؤلاء المجانين القتلة يظنون أن ذلك من الإسلام. فيجب علينا أن نصحح باللسان وبالسلوك هذا الظن الخاطئ عن الإسلام. كذلك أيضا يجب علينا أن احنا نفهم الإسلام الفهم الصحيح. فالجهاد الآن أولوياته إن أنا أكفي نفسي. هل من الإسلام إن أنا أمد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اليد العليا خير من اليد السفلى. كيف أحارب الناس وأقاتلهم وأنا لا أجد طعامي؟ أنا أتسول من الدول الآن طعامي وشرابي وسلاحي وعتادي وعلمي وعلاجي وكل شيء، فكيف يكون ذلك وأنا محتاج إلى هذا الأمر؟ علينا أن ندبر أمورنا وأن نزرع بلادنا وأن نحافظ على أوطاننا. ثم هذا أعظم أنواع الجهاد. هذا هو الجهاد في سبيل الله، الدفاع عن الأوطان وزراعتها واستخراج بركات الله من أرضها. وهذا هو الدين الإسلامي الحنيف المعتدل في كل الأحوال. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر أستاذ عبد الله النجار من علماء الأزهر الشريف وعضو مجمع البحوث الإسلامية، شرفتنا ونورتنا وبشكرك جزيل الشكر على البيت الدعوة. شكرا بارك الله فيك. ومشاهدينا الكرام الشكر موصول لكم، ونهاية هذه الحلقة من المشهد. تقبلوا تحياتي وإلى لقاء جديد.